يعني شيخ بالنسبة للأمر المعروف عن المنكر، أنا أعلم أنه هو واجب. واجب يعني يا شيخ أي حد مثلا يكون مش بيصلي واجب عليه أن أنا أقول له مثلا تعالى صلي؟ والله إن استطعت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني شيخ يعني كل الأقارب وكل المعارف واجب علينا أن أقول له أمر بالصلاة قدر الاستطاعة.